وسهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ انا طبعا بعتز ان انا اكون معاك ومش عارف ايه مع حضرتك. انا لوحدي، لا انا لوحدي يا استاذ ايمن، انا لوحدي يا استاذ ايمن، لوحدي، انا واحد بس ابي صاحب بس. اما انا سمعت الاستاذ وليد قاسم اخونا العزيز، وليد قاسم او ابننا الغالي، وليد قاسم بيقول لي في حد معاك مش عارف هو. لا مفيش حد يا استاذ ايمن، حد طفشني وطفشك. تأمر عليا وتأمر على حضرتك. تأمر علينا. تأمر حقيقي. انا مش عارف. ازرعوا لاعب. ازرعوا لاعب. يعني ده انا كنت اسمع اسمه كده مش عارف. الاسطورة ده الاسطورة. الاسطورة الصغيرة. الاسطورة. الاسطورة او حاجة زي كده، معرفش مين اللي اثره او مين اللي فطره مش عارف يعني. انا عارف الاسطورة محمد رمضان يعني يا ريس. الاول خليني بس اقول لك ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. الله يكرمك. الله يكرمك. ودايما كده ان شاء الله باذن الله متألق كما عرفتك من سنوات. الله يخليك. وتجربه جميله. الحمد لله. ومعاك اكيد ستاف جميل. الحمد لله جميل. ويمكن بعض الضيوف بيفلتوا منكم، لكن معلش مش مشكله. معلش النهارده فوتها يا استاذ ايمن. فوت النهارده. معلش ماشي. فوت النهارده. يعني عايز اقول لك ربنا معاك وان شاء الله باذن الله نافذه اعلاميه جميله و محترمة. وجود وليد قاسم كمان حاجة مشجعة. طبعا. ربنا يوفقك ان شاء الله. طبعا سعيد بوجودك مع اخونا العزيز علاء عزت. انا طبعا لازم بقطع فيه في الاول. طبعا لا كلنا كده لازم. لكن علاء طبعا بصرف النظر عن ان هو تآمر علينا انا وانت والدكتور عمرو عبد الحق وعمل المؤامرة بشار انصاب البلد. وقعد هو. هو في كده يا استاذ ايمن، هو استاذ ايمن هو في بعدها باسبوعين واضح ان المؤامره عندي، كل تفاصيل المؤامره عندي. بس انا برضو بقول ربنا يوفقك في التجربه الجديده. طبعا زكريا ناصر يعني طبعا اخونا العزيز. انا الحقيقه يعني بعد الهزار ده عايز اقول بس انه يعني كانت من احلى الحاجات اللي عملتها في حياتي يمكن من 35 سنه في الصحافه والاعلام. كانت فكره الجمع ما بين احمد الخضري وعلاء عزت. حضرتك صاحب الفكره. اه طبعا. في برنامج حواري. والحقيقه انا لما عرضت الموضوع ده انا يعني لما جيت رئاسه تحرير البرنامج مكان اخويا العزيز الصديق الجميل يعني عمرو مخلوف. طبعا جميل. ترشيح من الاستاذ عمرو الخياط. كان هدفنا انه قناه صدى البلد يعني قناة زي ما بنقول كده شبهنا، قناة وطنية. شوف انا طبعا سبتهم دلوقتي او ما فيش نصيب ان احنا نبقى مع بعض. واخد بال حضرتك؟ وهم طبعا لجأوا لمستوى يعني في الاعداد رئيس تحرير ثاني. معلش مش مشكلة. واخد بال حضرتك؟ يعني بس متآمر متآمر. خلينا اقول ان قناة صدى البلد وصاحبها طبعا. يعني الحاج محمد ابو العنين. انا طبعا بقول لك انا ما فيش اي تعامل بيني وبينهم دلوقتي. احلى ايام. انا بقوله احنا بره القناه. احلى ايام. دي قناه دفعت عن البلد الحقيقه كتير وليها موقف من ان هي بتلم شمل الشعب اللي كان مستهدف تمزيقه من ساعه 25 يناير. صحيح. دفعت ثمن كبير. ما فيش حد في الاعلام ما بيغلطش، بيبقى فيه اخطاء، لكن القناه الحقيقه كان ليها دور وطني، وده اللي خلانا نقبل على هذه التجربه. ولما جيت الحقيقه لقيت الباشمهندس احمد عفيفي، وده شاب جميل عفيفي ده يعني رؤيته. انا معجبين بجد على فكره. كان بيوصل اتجاه واحد. من خلال بقى محبتي ليكوا وعشرتي معاكوا ومعرفتي بيكوا وباغلب زملائي في الوسط، لقيت انه تجربه المحبه والود والعشق للاهلي والزمالك من اثنين يكاد يكونوا اخوات. صحيح. بهذا الشكل يجب انها تقدم، لان دي النموذج اللي شبابنا يجب ان هو يتعلمه. صحيح. يجب ان هو يعرفه. احنا كنا بنتكلم على الهوا وبيبقى في بينكم وبين بعض مناقشه كل واحد فيكم وحضرتك مسخن وحضرتك مسخن، لكن بنخرج انت بعض ونهزر وتروح عربيه واحده. صحيح. ويبقى يعني انت حريص على انك انت تجيب علاء معاك وتعدي عليه بالعربيه وانت جاي، وده تعطف منك يعني. لكن معلش انا كنت بعدي عليه دايما. مش دايما يعني، هي مره لا على طول كنت انا بعدي عليه. مش كتير يعني. معلش انا سيبني بس يا شويه يعني. انت مشيتنا من البرنامج. مش عارف والله هيعمل اكتر من كده. فطبعا وجود علاء عزت اسمح لي بدون القاب، لان هو صحفي متميز جدا جدا جدا، محب للنادي الاهلي جدا جدا جدا، وانا اعرف قد ايه ضحى النادي الاهلي لسنوات طويله ودفع ثمن كبير الحقيقه لما كان في تحول ان النادي يبقى منتسب لشخص مش منتسب لكيان.
الكبير لاسم النادي الاهلي وتاريخه. علاء عزت الحقيقه من يعني الاسطوره فعلا، له بصمات كبيره الصحافه، له رؤيه، عناوينه اللي بيحطها في الانذارات اللي بيشتغل فيها سواء مجله الاهلي او الاخرام او ما الى ذلك بتبقى مدى التاريخ والناس هتفضل ترددها، لان هو اللي فيها عمق وفيها فكر. فكانت حاله الحب ديت والانسانيه اللي بينك وبين علاء وانتوا الاثنين تظهروا على الشاشه دي اعتقد قربت كتير جدا جدا اكيد ما بين شبابنا، لازم يعرفوا انه ما فيش رياضه بدون الاهلي والزمالك. اتربينا طول عمرنا على انه جناحي المنافسه الاهلي والزمالك، بصرف النظر عن البطولات، بصرف النظر عن اي حاجه، نبقى اصحاب واخوات ومتنافسين في الرياضه وفي الملعب وبره، اصحاب وقاعدين مع بعض ونهزر مع بعض. فانا سعيد جدا ان انا مره ثانيه بدايه هذه التجربه مع بعض. يمكن هو ضيف مره لكن صعب ان النموذج ده يتقدم مرات ومرات ثانيه، لانك انت بصراحه احمد اخويا العزيز او زميلي الغالي، انت مستعد نضيف جدا. الله يكرمك. انا عاشرته سنوات بصرف النظر عن اي انتماءات، انت راجل لك مواقف انا بعتز بزمالتك. ده اللي شرف ليا، بعتز بزماله الاسطوره طبعا حبيب ربنا. يكفي ان ابنه عبد الرحمن بيلعب في نادي الزمالك. ايوه هو انت بتقول ايه؟ لا ما سمعتش استاذ ايمن، ما سمعتش يا فندم، ما سمعتش حضرتك قلت دلوقتي ابن عبد الرحمن ايه؟ ابن عبد الرحمن بيلعب في نادي الزمالك. انا عارف انا عارف بس انا دورت ده انا بوصي عليه، انا بوصي عليه عادي يعني. ده يدل على انه القيم اللي باقيه انه الناس بتلعب رياضه. والله الناس بتقابله احسن ما في النادي والله العظيم، احسن ما بتحارب بعضها. شوف يا سليمان والله العظيم يعني انا شوف لما اكون كل ما يتصادف موعد تدريب ابني وبروح اجيبه وعشان ده من بيت يعني ما بتشوف والله العظيم حضرتك يعني الناس ازاي في اعضاء نادي الزمالك بيستقبلوني والمدربين بيستقبلوني ازاي بمنتهى الود ومنتهى الحب، وما بيخلاش طبعا من الافيشات الظريفه، وحتى الناس اللي ما يعرفنيش بيقفوا ازاي يهزروا معايا ما شاء الله يعني. والله عشان كده انا سعيد جدا حتى مع والله ما فكرتش لحظه ان انا من جيل شفت قد ايه كابتن حلمي عبد المعاطي وكابتن جورج سعد والحاج حليم والناس دي كلها. بالمناسبه يا ريس، النهارده ذكرى وفاه المهندس حسن حلمي والمهندس والفريق مرتجي، فانا برضه بما اني بتكلم عن الرياضه يعني بفكر الناس دي سبحان الله يعني. وازاي كابتن جندي وكابتن حنفي بسطاني اتوفوا ورا بعض، وازاي مظبوط كل العلاقات القويه دي والمحبه والصحوبيه والقعده. هو احنا كانت لينا قعداتنا الا مع مثلا كابتن عبد الرحيم محمد ربنا يعني يرحمه، كابتن احمد عبد الحليم، انا وهو كابتن احمد عبد الحليم ربنا يديله الصحه والعافيه. جميل. مركز كنا تقريبا ما بنسيبش بعض واحنا في الامارات صحيح 6 سنين وشويه واحنا مع بعض على طول، يسافر تاريخ في الامارات كابتن احمد يرجع ويرجع على نفس المكان على نفس القهوه بنفس الاصحاب. راجل قيمه كبيره كابتن ابو رجيله باسمه وتاريخه، ايمن طاهر اخويا وحبيبي، كابتن حلمي طولان، كل دول هم عارفين ان انا يعني اهلاوي من زمان او يمكن عندي مصر فوق كل اعتبار. احنا عندنا الاهلي فوق الجميع، عايزين الزمالك كمان يكون فوق الجميع، احنا عندنا الزمالك برضه فوق الجميع ابنائه ومصر فوق كل دول، فوق مصر فوق كل يا ريس. فربنا يوفقك ربنا يا ريس، وارجو انك انت تفلتر كلام طبعا هيحصل يا ريس هيحصل، خلي بالك وتخلي بالك كويس جدا جدا، لان ممكن تكون دي اخر حلقه او حاجه وتتفاجئ بيه عامل برنامج برضه في قناه الحدث او وليد او ماشي وليد او حاجه يعني، خلي بالك. لا مأمن نفسي يا ريس. تشرفتنا يا استاذ ايمن، عايزك بس يعني ايه تدعي كراجل من يعني رموز الاعلام في المنتمين في القلعه البيضاء للنادي الاهلي انه يشرف مصر، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه جميله ان شاء الله ان شاء الله ترجي في تونس الشقيقه، وتخرج المباراه لائقه بعيدا عن الكمائن ان شاء الله عن المكاين التي تنصب لنا في قناه التحريض التي تنطلق من الدويله الصغيره الرابطة هناك على ان شاء الله. شرفتني ونورتنا استاذ ايمن، وان شاء الله كده تنورني في حاله كده.